حاج وفيق، انا طالب يد بنتك. انت تشرف اي بيت يا زكريا، بس انا زي اي اب عايز يطمن على بنته. وانت لحيلتك مهر ولا شبكه؟ وقلنا دي احنا بنشتري راجل، بس تقدر تقول لي هتتجوز ازاي؟ حكومه البلد كلتها بتشمشم عليك. انت قتلت ظابط يا زكريا، وانا لما رجعت نفسي لقيت ان عيله العطار بيحكمها كبير تاني. والله اعلم هتقدر ترجعه تاني ولا لا، حتى لو اديتك مال وسلاح. هرجعه، بس ساعتها انا ما بنساش، كله متسجل وهيترد في وقته. وما تنساش ان ده كان طلبك من الاول. عداك العيب، عداك العيب يا زكريا، بس ناخد رأي العروسة الأول. معاك اليوم بليلة، بعديها انسى كلامنا واصل، بس ساعتها ما تلومش غير نفسك. كان نفسي ضيفك بس المية مقطوعة، بيغيروا ماسورة الصرف. أنا مش جاية عشان الضيف. آه صحيح، أمال جاية ليه؟ جاية تطمني عليا؟ لا أكيد لا، جاية لك عشان نتفق. ياه مش بدري قوي؟ والله حلوة، ضرتي عاوزاني أتفق معها بعد 30 سنة. طب إيه رأيك؟ تيجي ننسى 30 سنة اللي فاتوا ونفكر في 30 سنة الجايين ونلعب في صف واحد. هو انت في حاجة في دماغك ولا انا بحلم ولا تقلت العيار؟ صف واحد. ناقص تقوليلي نبقى اصحاب. بصي يا هنا، انا عندي فلوس، عندي فلوس كتير قوي، وابنك عنده الرجالة اللي انا محتاجة لها عشان يرجعوا لي بيتي اللي اتسرق مني، وانتي هديلك الفلوس اللي انت عايزاها. ياه انت فعلا بقى في حاجه في دماغك. طالما ابني مع الرجاله وهو ابن العطار الكبير ويقدر يرجع القصر، يبقى يديهولك انت وعيالك ليه؟ ما ياخده. الحسبه بسيطه قوي، بس واضح ان انت ما فكرتيش كويس. وحكايه صف واحد دي بقى ملهاش لازمه بصراحه. صحيح أنا كان في سنين كتير كان نفسي أشوفك عشان أخد حقي منك بسناني، بس بعد ما لقيتك دلوقتي قدامي ولقيت الجثة مفيهاش روح، أقرف أمد عليها سناني. أنا كنت عارفة إن المقابلة دي هتبقى صعبة، صعبة علينا إحنا الاتنين مش عليكي لوحدك، عشان إنتي فاكرة إن أنا زمان سرقت حقك، وده مش حقيقي. أنا لما قابلت زين قبل ما ارتبط بيه قال لي انكم مطلقين. الكلام ده ملوش لزوم يا بنت الاكابر، انا ما بقاش في عمري قد اللي راح، ومش عايزه احس في يوم ان حياتي اللي راحت في كره لزين وكرهك انت وعيالك راحت هدر. والاصل اللي انت عايزاه ده من حقي انا وابني، واللي حوصل له قبل ما توصلي له، وساعتها لو خدتي خطوه ناحيته مش هستخسر فيكي تمن الرصاص ده، انت اللي دافعه تمنه من زمان قوي. خطوه عزيزه. شرفتي. خليه يسيب السلاح ده. انت بتعمل ايه يا شاطر؟ مش هتلحق تعرف انا هعمل ايه يا هاشم بيه. سيبه سيبه، مش هيعمل اي حاجه. انا عايز اعرف ايه اللي اتغير. اللي اتغير في ايه؟ في اتفاقنا. اللي اتغير ان انت ما بقتش تلزمني، بقيت كارت محروق. انا كنت عايزك تلعب على بنت العطار عشان يبقى ليا حد جوه بيتهم، انما دلوقتي ما فيش بيت العطار اصلا، يبقى انت ما تلزمنيش. تقوم تقتلني؟ اقتلك؟ انا لو عايز اخلص من حته عيل زيك ما قتلوش. انت زعلان عشان ما جبتلكش ورد في المستشفى؟ ورد؟ ورد ايه؟ هو انت فاكرني عيل صغير هتضحك عليه؟ شيل يا بابا اللعبه دي. انا لو عاوز اموتك اموتك دلوقتي حالا، وانت عارف ده كويس.
انا لا حاولت اقتلك ولا جيت جنبك. شوف بقى مين اللي كان عايز يخلص منك. قعدت ادور عليك كتير عشان نكمل شغلنا. شغل ايه؟ ياسمين هربانه مع واد بلطجي، لازم تجيبها وتحميها. الله، هي مش خطيبتك برضو؟ انا مش هلعب اللعبه دي تاني يا هاشم. هاشم بيه، هتلعبها غصب عنك مش بمزاجك. احنا بينا اتفاق وانا بس اللي غيره. انا هضاعف المبلغ اللي اتفقنا عليه وترجع ياسمين. قلت ايه يا اياد؟ القهوه يابا. اقعدي يا مان، اقعدي. خير يابا. ايه رايك في زكريا العطار؟ تقبلي راجلك؟ اللي تشوفه يابا انا اقبله. بصراحه يابا انا بشوف اللي بيحصل بس ما فهماش. ما فهماش ليه؟ رفضت النسب وبعدين قبلته؟ عشان بعززك. بعززك يا بنتي. ازيك؟ تمام الحمد لله. انا ياسمين زين العطار. عارفك طبعا. وهل يخفى القمر؟ اول بنت حلوه تخش ارض الدار. لازم تبقى بنت صاحب الدار. انا امير ابن الشيخ سلامه، الله يرحمه، هو اللي كان بيدير المكان ده. الله يرحمه، بابي كان بيحبه قوي. ربنا يرحمهم جميعا يا رب. هو انا ممكن اسالك عن حاجه؟ حسن مش كده؟ انت عارفه؟ عارفه. حسن اقرب حد ليا في الدار، بس دلوقتي احنا ممنوع نتكلم عنه. لو حد عرف اني جبت سيرته ونعترض من هنا وحسن نفسه موصيني يفضل موجود، مش هنعرف ايه اللي بيحصل. طب هو ايه اللي بيحصل؟ ليه مخبيين عني مكانه؟ وليه حسن مش موجود في الدار هنا اصلا؟ بصي، الحكايه طويله قوي، بس باختصار يعني، سميح بعد موت ابويا وابوكي بيحاول يسيطر على الدار لسبب محدش فينا لسه يعرفه. طرد حسن وبيتلكك عشان يطرد اي حد مش عاجبه. طب انا محتاجه اوصل لحسن ضروري، اعمل ايه؟ انا هحاول اخرج واعرف انك هنا، بس لحد ما يحصل يجي بيشتري لحد. احنا ما اتقابلناش وما اتكلمناش. بعد اذنك انا ورايا شويه حاجات اخلصها. بس انت عاجبني النهارده، شكلك بقيت زي الفل. طنجان طمنتني عليك. بس انا مش مطمن يا عز، حاسس ان انا مش هبقى في اي تحسن. احسن حاجه في الموضوع ان انتوا كلكم حواليا. احنا هنفضل طول عمرنا حواليك يا ابني. انت اخويا، انا عاوز اعلمك حاجه عن الدنيا دي عشان ما تاخدهاش على صدرك. الدنيا دي عامله زي السحر، تخليك تبص في اتجاه تحسسك ان هو ده اللي فيه الحاجه المهمه، بس في الحقيقه الحاجه المهمه دايما بتفضل معاك. انا عايزك تعلمني. متقلقش، هعلمك حاجات كتير قوي. ايه يا عم؟ انت هتفضل نايم لنا نفس النومه ديت؟ عامل ايه دلوقتي يا حازم؟ هاي يارا. خطوه عزيزه يا ست البنات، البيت نور. ميرسي يا طنط، ده نورك. انت ايه ياما اللي داخله علينا بيه ده؟ شقي؟ مفيش حاجة ساعة، طبق جيلي، شوية مشمشية. ما انت لو كنت تفهم في الزوج كنت اتصلت بيا قلت لي جايبة ضيوف، فكنت عملت حسابي. بس اقول ايه؟ بختي مال في خلفتي. جرى ايه يا اما، انت تهزقيني وسط اصحابي ولا ايه؟ يرضيك يا طنط، بقالي اسبوعين بتحايل على اي حاجة يجيبني لحضرتك وهو مش راضي. ما يرضينيش يا نن عين طنط، ده بيتك ومطرحك في اي وقت. سيبك من الواد البراوي ده. انا هسيبكم دلوقتي تشربوا الشاي وادخل اكمل غسيل المواعين. عن اذنكم، سيجارة يا خذي راحتك. ايه بتبصي لي كده ليه؟ يحيى انا عايز اعيش معاكوا هنا، عايزاك تعلمني الشقاوة. شقاوة ايه اللي اعلمها لك؟ انت ناقصه شقاوة؟ لا، ناقصني كلمتين. فتحة مطوة، طريني كده بتفتح المطوة ازاي؟ اما اعلمك انا فتحة مطوتك، تعلميني انت ايه بقى ان شاء الله؟ انت عايز تعلمي؟ انا عايز اتعلم ازاي اخلي بنت في حلاوتك كده تحبني. لا لا لا، ده صعب قوي. لا 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 لا، بس انا بتعلم بسرعه. ماشي، لو علمتني هعلمك.
موافق. أول درس عندنا في اللغة إحنا بنحطه قدام أي كلمة. إيه؟ إزاي يعني؟ أحبيبي، عسلية، عسو. عسول؟ لا، من غير اللام، عسو اللي هي على طول. عسو؟ يا خراشي. طب وريني بقى بتفتح مطوتك إزاي؟ بتفتحي المطوة؟ ماشي. اوعي ايدي افتحواري. مش هتعرف تفتحيها. الصلاة على النبي. كنا رافعين عمليرو. ايه ده؟ ده هو ده انت برنس يا عم، ده الراجل طلع جامد جامد يا عم اهو. طب ما انت طلع عندك اخوات كولا اهو يا حازم. اه يعني بس ما كانش عايش معانا. ليه؟ كنت فين؟ والله كنت مقضي حياتي اغلبيتها سفر. اه طيب هنبقى نجيلك تاني بقى يا حازم. يلا يا هيرو. ايش يلا يلا. ابقى اعمل لي ادى على فيسبوك. هتلاقيني عند حازم عشان ابقى ابعت لكم الصور يعني. سلام يا عم زوما. سلام يا عم ماجيكو. انت هتعديني ولا هتخفيني يا عم ولا ايه؟ تتجوزها ازاي يعني؟ المصلحة بتقول كده. والله وايه كمان؟ المصلحة بتقول ان انت تتجوز ثلاثة. اتجوز ثلاثة واتجوز أربعة مادام ده هيخدم عيلتي. هيخدم عيلتك ولا هيخدمك انت يا زكريا؟ هيخدمني فيها نادية. ما تركزي كويس وتشوفي احنا في ايه. القصر والتاخد الدار وتسيطر عليها وانا وهربان ولا عارف اروح ولا عارف اجي. وعشان اعرف ارجع كل ده محتاج رجالة، محتاج سلاح. فاهمة يا نادية؟ جوازي بالبت دي هو اللي هيقويني وهيضعف نانا يا زكريا. أنا مراتك ولحد دلوقتي مش عايز تعترف إن إحنا عايشين تحت سقف بيت واحد. هعترف يا نادية، هعترف بس أخلص من اللي أنا فيه. بعد كده هعمل لك كل اللي أنت عايزاه. أنا مش ناسي إنك أم ابني. اي خدمه. هتطورنا تاني بقى يا عسل. هتقضيها ضحك مع الزباين ولا ايه يا ابو علي؟ ليه بس يا عم حمزه؟ ايه اللي حصل؟ ستة هتضمي امك. هو انت تعرف امك؟ لا يا عم حمزه ما اعرفهاش، بس يمكن عشان كده الواحد ما بيصدق يخبط في اي ست كبيره. يحاول يحسن نفسه انها زمان. شوف يا حسن، أنا ما أحبش الهزار مع الزباين ومش عايز مشاكل مع حد. أنت يا ابني من ساعة ما جيت رزقك واسع والخير كتير، فما تخلينيش أقطع عيشك. لا تشوفه يا عم حمزة، لا تشوفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا حمزة؟ الحمد لله، والله بركة إني شفتك يا حاج بحر. طبعا. مين ده؟ ده واد غلبان بعطف عليه وبيساعدني، لأن أنت عارف أنا ما بقتش زي زمان. ونيت عن شغل غربة معانا في شغلنا، ها؟ أنت منين يا؟ مرضى الله يا حاج. وإيه اللي رماك علينا؟ أكل العيش. عرف لي أصله وفصله، ها؟ ما ناقصينش مشاكل احنا. اختي فين؟ فوق مستنياك. تفضل تفضلوا. يلا يا شعبان يلا. خطوه عزيزه. الله ابوي. قوم فز نظف، جايب لنا الكلام.